أنت تعرف دكتور أن في كل مجتمع وفي كل مذهب وفي كل ملة هناك تطرف، وهناك تطرف كبير في المكون السني، وتطرف كبير في المكون الشيعي، بل هو هناك تطرف في المكون المسيحي والمكون الإسلامي. فهناك طرف متطرف جدا لجأ إلى الفتوى السريعة وإعطاء الحق له بأن يصف الناس كما يشاء ويصدر الفتاوى السريعة ويقتل الناس ويستبيح أعراضهم ودماءهم. هل هذه الفتاوى أو هذه النار التي احترق بها العراق ألم يسكب عليها الزيت من أطراف أخرى؟ تقصد داخلية؟ داخليا وخارجا. نعم، هناك أطراف داخلية في العراق سكبت الزيت على النار؟ نعم، هناك أطراف سياسية للأسف أقول تمتلك أجندات خارجية، هناك أطراف سياسية وأسماء لامعة في العراق تعمل بأجندات خارجية وبتوجيهات خارجية، وهذا كان سبب اعتراضنا على ما يجري في العملية السياسية واعتراضنا على القائمة العراقية. يعني كنا نقول يا أخواني لكي نكون مشروعا وطنيا حقيقيا لا يمكن أن تصدر لنا الأوامر وأن تصدر الاجتماعات خارج العراق وأن تأتي الأوامر من خارج العراق من هذا الشخص أو ذاك الشخص وتغير الأمور بما بين عشية وضحاها، ولذلك هذا هو سبب اختلافنا. سنعود إلى تشكيل جبهة التوافق في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجنا. مشاهدين الكرام، وقفة ونتواصل معكم. مرحبا بكم دكتور، أعطني فكرة وللمشاهد فكرة عن حيثيات تشكيل جبهة التوافق. من تنادى ومن تناخل تشكيل هذه الجبهة؟ لا يخفى على الجميع أن أكثر الجهات الإسلامية السياسية كانت منظمة في المكون السني هو الحزب الإسلامي العراقي. فالحزب الإسلامي يعتبر هو النواة السياسية لجبهة التوافق. هذا الحزب تاريخه طويل وتاريخه مليء بالتجربة. للتاريخ وللحقيقة، هل تنطوي أجندة هذا الحزب على نزعة طائفية؟ والله أنا أقول لك ومسؤول عن هذا الكلام، لو جئت إلى حيثيات هذا الحزب وأدبيات هذا الحزب ليس لها علاقة بالطائفية ولا تمثل الطائفية بأي صلة، ولكن للأسف الذين قادوا الحزب الإسلامي العراقي كانوا قد خيبوا الآمال وكانوا دون مستوى الطموح. من هم تقصد؟ تقصد كل الذين قادوا القيادة المعاصرة؟ القيادات سواء من أتكلم من 2003 ولحد هذه اللحظة، كل الذين قادوا الحزب الإسلامي كيف خيبوا؟ بأي اتجاه خيبوا؟ خيبوا لأنه لم يعطوا الصورة السياسية الرائعة التي تستطيع أن تستوعب. كانوا الكثير. طائفيين؟ نعم، كانوا طائفيين؟ في كثير من ممارساتهم كانوا يعني باتجاه الطائفية، وكانت تصريحاتهم تصريحات غير مسؤولة، وكان أداؤهم أداء غير مسؤول، لم يكن بمستوى الحزب السياسي الذي يتسع الآخرين ويكون خيمة لكل الآخرين بغض النظر عن مذهب المقابل أو قومية المقابل. فلذلك حقيقة كان أي عنوان دخلت أنت جبهة التوافق؟ أنا حقيقة أول جهة عملت معها الحزب الإسلامي العراقي، لأنه كان حزبا منظما وله مقرات وله مكاتب. وحينما طلب مني أحد الأخوة، أذكر في مكتب جنوب بغداد القادسية، قدم لي استمارة وقال يا دكتور إذا ممكن تملي انتماءك في هذه الاستمارة. فضحكت، قلت لا يمكن لسلام الزوبعي الذي وصل عمره أو تجاوز 40 الآن أن يفكر في الانتماء إلى حزب، أنا مستقل. استمارة انتماء لحزب الإسلامي؟ للحزب الإسلامي. فضحكت واعتذرت وقلت له نحن مسلمين بالفطرة وأنا لا أفكر بالانتماء لحزب. حقيقة أنا لو كنت أفكر بالانتماء لحزب لانتميت إلى حزب البعث ولدخلت الأحزاب السياسية. أنا دكتور حميد لدي 1000 علامة استفهام على الانتماء الحزبي في الشرق الأوسط. الحزبية في الشرق الأوسط عبارة عن أسلوب خطير وأسلوب محنك من أجل الوصول إلى السلطة حتى ولو على حساب. ماذا أراد الحزب الإسلامي من تشكيل جبهة التوافق؟ أراد أن يقود العملية السياسية للمكون السني ويحقق مكاسب سياسية من خدمات للناس، لكن للأسف فشل. الأسماء التي تنادت لتشكيل جبهة التوافق هل كانت مقنعة للمكون السني؟ ذكرني مثلا. كلهم، أنت وياهم كنت.
لم تكن تمثل كل المكون السني، لكن المكون السني لم يعترض على أحد إذا كانت هذه الأسماء أو هذه العناوين قد حققت شيئا للمكون السني. ولذلك نحن نتكلم من الناحية السياسية، الحزب الإسلامي العراقي كأداء خيب المكون، خيب آمال المكون السني في تحقيق شيء في المجال السياسي. يعني يجب أن نعترف دكتور حميد أن الحزب الإسلامي العراقي وافق على تمرير الدستور. دكتور، الحزب الإسلامي العراقي ومعظم مكونات جبهة التوافق كانت تنادي بالمقاومة وطرد الاحتلال، وهذا شرف عظيم يا دكتور حميد، لكنها بعدين دخلت أوكي بالعملية السياسية وصافحة المحتال. ولا يضر، هناك فرق، وصافحة المحتال، هناك فرق يا دكتور حميد. يجب أن يعرف المشاهد كيف تعاملنا مع المحتل وكيف تعاملنا مع المقاومة وكيف انتهى المطاف. نحن نتشرف أننا توجهنا إلى مقاومة المحتل بكل ما أوتينا من قوة، لحين ما وصلنا إلى حد أن المحتل نجح في تشويه صورة المقاومة. المقاوم لا يصافح المحتل، أنتم صافحتم بالتالي. لا دكتور، إذا تسمح لي، أكو فرق أنك تتعامل مع المحتل وأكو فرق بأنك تتعاون مع المحتل. نحن لم نتعاون. المقاوم الحقيقي لا يتعامل مع المحتل. المقاوم الحقيقي ليكن محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا في الحياة. محمد عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود. الظرف يختلف. راح أجيب لصلح الحديبية. نفس المبادئ. الظرف يختلف. نفس المبادئ يا دكتور حبيب. الظرف يختلف. والله يا دكتور حتى لو تغير الزمان والمكان نفس المبادئ. رسول من وقع صلح الحديبية ما أخذ جماعة، ما أخذوا مناصب من قريش، لكن أنتم أخذتوا مناصب. من أين؟ من أين؟ لا، هذه المناصب لا تعود للاحتلال. من وزع المناصب في البداية؟ أبدا، هذه المناصب لا تعود للاحتلال. الاحتلال يبقى دخيل يا دكتور حميد، ونائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية يبقى. هذا استحقاق العراقيين، وهذا شرف للعراقيين أن يتصدون هذه المسؤولية. نعم المحتل كان يلعب، لكن خطابكم كان ينطوي لا نتعامل مع المحتل ولا ندخل في حكومة يشكلها المحتل. هذا خطاب المقاومة. تقصد أي خطاب؟ المقاومة. المقاومة اللي، نعم. اللي أنت تقول إحنا نشرف. نعم، هو حقيقة للتاريخ يا دكتور حميد، المقاومة كانت تعمل بالتنسيق مع جبهة التوافق، وكان هناك تنسيق بين المقاومة وجبهة التوافق، وأنا أعرف الشخصيات ولدينا تنسيق واضح. وقلنا نحن حينما نصبح جزء من الحكومة فعلينا أن نلتزم بكل ما تلتزم به الحكومة، هكذا العمل، أي بمعنى على المقاومة أن تلتزم بكل الاتفاقيات التي تبرمها الدولة وتبرمها الحكومة مع المحتل من أجل إخراجه بأي طريقة. يعني ما يصير واحد يجي رجل بالسياسة ورجل يقاوم، لا أبدا، لتكون المقاومة. إذا أنتم من خليت رجلكم اثنين مع العملية السياسية انتهت علاقتكم بالمقاومة؟ لم تنتهي مع المقاومة، لأننا نحن أبناء المقاومة، نحن الذين تبنينا المقاومة. وبالمناسبة المقاومة قاتلت المحتل؟ طبعا، والمقاتلة لا تعني بالضرورة أن تحمل البندقية لكي تقاتل، ولكن دعمنا كل ما يمكن. دعمتم القاعدة؟ لا لا لا، أعوذ بالله. القاعدة تنظيم إرهابي في العراق، وهو الذي خلط الأوراق وشوه المقاومة. من هم المقاومة دكتور؟ الجيش السابق، العشائر، من المقاومة؟ كل عراقي يا دكتور حميد، كل عراقي يؤمن. أنا فضفاض التعريف. نعم. كل عراقي. نعم. ضد يعني ملايين العراقيين. يعني أنت تنكر المقاومة في جنوب العراق؟ لا أنكر، لكن أنا أسألك من هم المقاومة الذين كنتم تدعمونهم؟ كل العراقيين الذين يؤمنون بخروج المحتل وبالضغط على المحتل. هذا تعريف عام. أنا أتحدث عن فصائل مسلحة. أنا لا أتكلم، لا يمكن أن أتكلم عن عناوين بحد ذاتها، ولكن المقاومة العراقية المسلحة على تعدد هذه العناوين. هناك تعرف مصطلح جيش المجاهدين وجيش الراشدين، أنا لا أتعامل مع عنوان حقيقة، لأن أنا كسياسي لا يمكن أن أتعامل مع عنوان، وهذا يعتبرها خيانة للدولة. دكتور، أنتم في فترة من الفترات كان هناك خطاب يتضمن ضمنا أن السنة هم الذين يحتكمون المقاومة، وهذا خطأ. هذا الخطاب أنا ضد هذا الخطاب. هذا الخطاب موجود ولا كان موجود؟ نعم، وأنا ضد هذا الخطاب. وحقيقة أقول لك يا دكتور حميد وللتاريخ، الشيعة تبنوا المقاومة، وكلنا يتذكر كيف واجه الأمريكان المقاومة في 17 يوم الأولى من دخول الأمريكان إلى البصرة. أبدا، من قال أن المقاومة حكر على السنة أراد أن يتحامل. هذا الكلام قيل أم لم يقل؟ قيل، أشهد ما أشهد، قيل، وهذا كلام خطير وخاطئ. أبدا، كل العراقيين المسيحيين في العراق قاوموا، بل هناك يهود عراقيين تبنوا المقاومة. ألم يتبنى هذا الخطاب بعض فصائل؟ نعم. التوافق؟ نعم، وهذا كان خطأ كبير.
وأنا ضد هذا الخطاب. أنا لا أحترم الخطاب الذي يحتكر المقاومة على المكون السني، هذه جريمة بحق مكون السني. هل تبنى جبهة التوافق مقولة بين قوسين أن الشيعة عملاء الاحتلال؟ تقصد يعني عناصر من الجبهة؟ من الجبهة نعم. ربما ربما، وهذا كلام خطير أيضا، يعني هو هذا كلام صدر من رموز من التوافق. ربما، أنا أعرف ماذا تعني، لكن هذا كلام خطير ولا يمكن ولا نسمح له، ونحن اختلفنا مع كل من سار بهذا الاتجاه. ما هي نقاط الخلاف بينك وبين بين التوافق التي كنت أنت أحد أقطابها؟ خيبة الآمال تقول، جبهة التوافق نعم، تقول كانت محبطة، تقول كانت لم تمثل أهل السنة، يعني نعود كثيرة. جبهة التوافق نحن شاركنا في حكومة السيد المالكي على أمل أن يكون لنا شيء في القرار، وكان يعني كنت أنا أشغل وزير الدفاع بالفترة الأولى، ثم نائب رئيس وزراء، ثم لدينا وزراء عديدين. الحقيقة لم يكن قيمة لمشاركتنا في قرار حكومة المالكي، والسيد المالكي كان لا يعتبر ولا يأخذ بنظر الاعتبار مشاركتنا في الحكومة. كانت كل القرارات الأمنية وكل الاجتماعات الأمنية تسير بطريقة غامضة، ولا يوجد لجبهة التوافق حقيقة أي تأثير واضح على الأرض، ولم تستطيع جبهة التوافق من خلال مشاركتها بالحكومة أن تقدم شيء لهذا المكون والمحافظات السنية التي دعمت هذه الجبهة. جبهة التوافق كانت متناحرة فيما بينها؟ نعم، صراع خطير وخطير جدا. على شنو؟ للأسف أقول على المناصب وعلى المال ويعني أشياء مخيبة للأمانة. طيب كيف تريد المالكي يعطي جبهة التوافق دوره وهم يتناحرون ويتصارعون على المناصب؟ ليس كلهم يا دكتور حميد، على الأقل أقطابهم، ليس كلهم، على الأقل بعض أقطابهم. لكن على الأقل السيد المالكي يحترم قرار وزير الدفاع، أو يحترم قرار نائب رئيس وزراء، أو يحترم قرار وزير الثقافة. المالكي كان اكتشف أن جبهة التوافق يتصارعون أقطابها على المناصب، يدرك هذه الحقيقة؟ طبعا يدرك، وكان يسره في بعض الأحيان ذلك. هل تعتقد أن سبب استضعاف جهة التوافق من قبل مالكي وهذا الإدراك؟ واحد من أبرز الأسباب، وكان يدركه السيد المالكي، بل كان يسره أحيانا كثيرا. ألا تعتقد أنه محقا في التعامل معهم بهذه الطريقة إذا كان يدرك أنهم يتصارعون؟ لو أنت يعني تصور نفسك في مكان المالكي، كيف تتعامل؟ أحيانا تتعامل مع خصم سياسي أحيانا، وأنا أعتبر المالكي في هذا المجال هو ناجح. حينما ينجح خصمك، العيب ليس في خصمك، العيب فيك أنت، ولذلك العيب كان في جبهة التوافق. وحينما قدمنا استقالتنا واعترضنا على تهميش جبهة التوافق ومكوناتها في الحكومة، للأسف بعد عام من اعتزال الحكومة ومغادرة المناصب المهمة، وزير التعليم العالي، وزير الثقافة، والوزراء الآخرين، ونائب رئيس وزراء، وزير الدفاع لم ينسحب. بعد سنة من هذا التهميش والإقصاء وترك العمل، تعود جبهة التوافق بأتفه المكتسبات وبأرخص المكتسبات، وقد كانت هذه النقطة هي نقطة القضاء على جبهة التوافق كمكون سياسي. من هو صاحب فكرة الانسحاب من الحكومة؟ كل الجبهة حقيقة، كل قيادات الجبهة، الحزب الإسلامي والدكتور عدنان الدليمي ومجلس الحوار، العناصر الثلاث الأساسية لجبهة التوافق، ونحن الذين قدمنا مقترحا بهذا الاتجاه. لأن يا دكتور حميد، من العار على الإنسان أن يبقى في منصب ولا يحقن دماء العراقيين. لكن السياسة خد وجذب. نعم، أنتم شددتم مع المالكي وعرضتم مطالب، ولكن عدتم دون أن يتحقق شيء منها، وهذا هو المخزي، وهذا هو المخجل، وهذه الخسارة الكبيرة. ولو تتذكر كيف عادت أو كيف كانت طلبات جبهة التوافق، هل تتذكر؟ أسمع، لقد بعدما انسحبنا من الحكومة، كانت طلبات جبهة التوافق كالآتي: أولا، يجب أن يعزل علي بابان من وزارة التخطيط. اعتبره مرتد؟ اعتبره مرتد بالسياسة. اثنين، يجب أن يبدل وزير الدفاع. اعتبره مرتد أيضا، وعلما أن وزير الدفاع جاء بصفقة داخل جبهة التوافق، وتم قبض الثمن أكثر من 10 مليون دولار داخل جبهة التوافق. هاي بالله شون معروف، معروف الذين في جبهة التوافق الذين باعوا منصب وزارة الدفاع للسيد عبد القادر العبيدي.